بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. تم تقديم التماس متنوع إلى المحكمة العليا في قضية الإقطار التلقي بشأن انتخابات العامة في البنجاب وخيبر بختونخوا. وفي هذا الالتماس الذي قدمتها الرابطة الإسلامية وحزب الشعب وجمعية العلماء الإسلام، تمت المحكمة بكامل حياتها، تم تشكيلها للنظر في الأمر، وقد تم تلبحها كما طلبت الإطراف الثلاثة في التماس عدم دم القاضي إجاز الأحسة والقاضي مظاهر علي أكبر، تقضي إلى المحكمة بكامل حياتها، لأن قال القضائيين الشرفاء قد قدموا بفعل رأيهم في انتخابات البنجاب وخيبر بختونخوا. التقى رئيس الوزراء عزاد كشمير سردار بالرئيس المالي اسحاق دار في تنوير الياس اسلام اباد، وناقشوا القضايا الماليه الحامه للمشاريع الرفاهيه العامه المتعلقه بديار كشمير. طلب سردار تنوير الياس التعاون من الحكومه الفيدراليه لزياده عائدات حكومه عزاد كشمير. عرب وزير الماليه عن التزام الحكومه الفيدراليه بالمعارضة الدعم الكامل لزيادة المجموعات. وقال إسحاق دار إنه زخم الصعوبات الاقتصادية، فإن الحكومة مسمعت على القيادة الباعدة البلاد على طريق الاستقرار الاقتصادي وتنمية. في القضايا المرفوعة ضد عمران خان بموجب قانون الصرف الأجنبي في قضية التمويل المحظور، أصدرت المحكمة المصرفية الخاصة في إسلام آباد أمرا إلى عمران خان لممثول إمام المحكمة في 28 فبراير. وقد تم سماع القضايا من قبل القاضي المحكمة المصرفية رخان دشاحين. عمران خادم محامي خان المستعان نسقط من الأمر محكمة الإسلام آباد العليا السادس في 22 فبراير شباط، والذي أمرت في المحكمة العليا عمران خان بالمسؤول أمام المحكمة المصرفية في 28 فبراير شباط. أصدرت المحكمة المصرفية أمر بمسؤول يوم 28 فبراير في ضوء قرار المحكمة العليا. قدمت وكالة التحقيقات الفيدرالية طلبا في المحكمة المصرفية لتشكيل مجلس إدارة أو مستشفي لفحص الطبي لعمران خان في الطلب المقدم من مدعي الخاص. قال أن بعد تلك الكافلات الموقتحة يستفيد عمران خان من الخصم ولا يمثل أمام المحكمة العليا، يعانى من المشاكل في العزم لكانوا يقدموا التقرير الطبي المستشفي أو السلطان. جلس مستشفي شوكت خانم لا يمكن قبول التقرير الطبي على أنها مسروق. بعد أن لحاج رئيس الوزراء محمد شحباز شريف وهو الحادث أثناء تجديد جسر أظهر أكو تحت علي شافي إسلام آباد، طلب التفاصيل من رئيس هيئة تنمية المجتمع وعرب أن حزنه على الخسائر في الأرواح في الحادث، لقي عاملا مسرعيهما عندما سقط مشروع الجسر تحت الإنشاف في بحر أكو، وتم تشكيل فريق من الثمانية عادة برئاسة رئيس نور الأمين منغل للتحقيق في الحادث. يتم تنظيم مسيرات خاصة وفعالية ممنوعة في الكويت بمناسبة اليوم الوطني للكويت، وبدأت الاحتفالات بمشاركة الجهات الحكومية والفرق التطوعية في شارع الخليج العربي، فيما أقيم معارض لمركز ومعادة العسكرية. وقد وصلت تعيرات فريق الصقر السعودي إلى الكويت للمشاركة في احتفالات الكويت باليوم الوطني ومعارض الجوي. تم اتخاذ ترتيبات أمنية مشددة بمناسبة العيد الوطني. هنا رئيس الوزراء محمد شعبان شريف نيابة عن باكستان حكومة وشعب أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الجابر السبا والشعب الكويتي بمناسبة عيدهم الوطني. وقال الوزير أن باكستان تتمتع بعلاقات ثنائية راية مع الكويت وترغب في جعل هذا العلاقاته أكثر استقرار. نظم أعمال حزب الشعب الديمقراطي في جموا وكشمير المحتلة
بشكل غير قانوني مسيرة احتجاجية في سرينغر ضد سياسيات حكومة مودي المناحدة لكشمير. وقال المتظاهرون إلى الفقر يتعرضون لمضايقة وأن منازلهم تحدم بجرافات باسم حملة ضد التعادي. حاول المتظاهرون السير نحو لال تشوق في وسط المدينة لكل الشرطة الهندية أوقافتهم. صادرت واحدة التحقيق الخاصة التابعة للشرطة الهندية ممتلكات 3 أشخاص لمشاركتهم في حركة الحرية الجارية في منطقة رامون بمنطقة جامو. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.